معاون. اي ظلام احنا بلي معاون. لا راح نشوف. لا احد لي معاون. سلمان والله ترى عاد ما اقدر اطلع. ليه بطاقه تاخذها؟ ما اقدر اطلع انا. هاي كم جابر والشاي. ابشر بالشاي يا يوم. ولا بس خفوا يا يوم. لا تاكل. واذا ما تبغى تجيبهم خذ. شو ها؟ شو انا اقدر شيء اخذ كل يوم. ساعة النوم. سكر كل شيء. خلها بسوي هنا بالضبط. بس انت مويته وزنه. وزنه السكر وزنه عليك بالشاي. الشاي حط فنجان يسد. وين الفرش لقيتها؟ ما لقيتها دورت في المسرح دورت في كل مكان ما لقيتها. حتى في الستيج؟ ها؟ حتى في الستيج؟ ما في كل نفضت الارجاء ساحة الذي ما لقيتها. حتى هنا؟ ما لقيتها ما لقيتها من هنا ما اخذها. ها؟ انا صادق. والله مساحة شو اسمها في الساحة ذي ما لقيتها الفرش. فلازم اسوي بلاغ هروب عن الفرش. والله نسكر المسجد عشان يلا بيجيك شاهي على كيف كيف كيفك الشاهي بيكون من الآخر تبي أزود شاهي أزود شاهي خلي ثقيل ولا خفيف وسط خلها مثل ذاك اليوم كيف مثل ذاك اليوم زين ازهل 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 اصبر هذا وش يلا صح هذا وش تمر اوه يجيك براد شاي هالحين يبي له سالفه يا ابو جابر خاطره يبي له سلاوف كثيره ها سلاوف 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 كيف حالك؟ مرحبا ألف شو أخبارك؟ سلاوف منين جبتها؟ سوالف يبيل السوالف كثيرة شفت سوي بكذا شفت طريقة الشاهي شفت طريقة الشاهي طريقة تحضير الشاهي شوف عبيت البيالة صح؟ شوف الحين هذا أتوقع أن الوزنة كافية شو تسوي؟ تضيف موية كذا تغسل الشاهي قبل تحطه الطريقة هذه مجربة شوف شوف الحركة شوف كيف ارتفع الشاي فوق هذا دليل ان الشاهي لازم تزود لا شوف تسوي كذا خلاص شوف الحين يا سلام الحين الوزنة الوزنة ممتازة زد 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 ايش؟ زد شاهي لا لا كافي كافي يبي مع خمس دقائق يضبط بس البيرات وين؟ موجودة ما عليك يود البراد ذا فنان ثقة ثقة فنان يا ولد يا أخي أنا سلام لا دخلت محل العزب تنعم عيوني أنت مثلي أنا عمي دخلت بي لي قداح مرة مستعجل كاشتين وبي قداح وادخل ما طلعت جلست يمكن نص ساعة هيا أقسم بالله بعلم طلعت لي بكم شغلة دخلت أنا وناس من أخوياي طويل السلام محل العزب شمال الرياض المهم يا طويل السلامة دخلت انا على بالي ابغى لي دله ومفواح سلام المهم اني دخلت ابغى الدله والمفواح هذه سعرها يمكن 200 حولها كم طلعت ب 700 يا ولد اخذت لي عربيه اخذت لي عربيه اقسم بايات الله ان معي اثنين من اخوياي القط 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 اقسم بالله يا بعض الغراض انهم وقفوني عند المحاسب رجعوه قال والله انت رجعها مالك تلزم يا ولد ما لي انت كذا تشوف شغله تحس انك تبيها كذا احس اني في يوم من الايام بحتاجها أيه. المهم ان مع الاغراض اللي رجعوها تدري بكم حاسبت؟ كم؟ يمكن 800 وعليها والله ملومك 800 وعليها طلعت والله ملومك والله ملومك يا ولد شريت راديو شريت لا البرادي معي ترى من اول مبطي ذا معي له يمكن ما يقارب 4-3 سنين ذي سلام هذا مبطي قجار عليه الزمان هذا سجله في البطاقه ولكن خلاص ما هذا مستحيل استغني عنه وعندي يا طويل العمر والسلامه والله اني اغراض ما ادري وشني جريتها له انا هناك مجهزين العزبه زيك ادخل محل المكاشيت ذا ما طلع يعني كذا احط اي شيء خصوصا اذا رحت على الموتر عندي هناك الشخص حق الطلعات نضبط لمباته نضبط كل شيء مجهزه طلعات لدات خزان ماء اضافي كل شيء كل شيء وش الموثق شاص واحد من اخوي معه كامري
الآدمي هذا قلبها حق هو الحين الحين في الرياض صح؟ ايه؟ لو تقول له في مطر في تبوك مشى مشى يا ولد، يكون من اللي يتتبعون الطقس نفس الحكايه يا ولد. مع برنامج في الجوال اشغلني به، قال شوف في مخالب، في سحابه، في سحابه جايه مدري كيف، في السحابه هذه بتمطر في المكان الفلاني. تدري انهم يطردون السحابه قبل المطر؟ ادري ادري يطردون السحابه قبل المطر. وسبحان الله يا اخي يعرفون لهم خبره في المجال ذا. قد قال لي ابو جابر ابشل برحله فنانه في الامطار فشت. وباقي بس باقي ما قدر فشتا ان شاء الله الموسم ذا. الموسم ذا والله ما تجنب ان شاء الله عن البلا، وديك فشتا والله قدام كفو بناخذ من اسبوع عند البلا يا ولد. اجواء على كيف كيفك انت شفت؟ ها لا تكب المال اللي هي. لا لا المهم يا طويل العمر والسلامه، الادمي هذا لو تقول له مطر في تبوك راح له معه كامري. الكامري هذا يا طويل العمر والسلامه قلبها شاص، مركب لها لمبات عند الباب، فصال اي فصال جوه يفصل، ومشتري له خزان ليكون اللي ذاك لي. لا لا مشتري خزان لازيل البزبوز كذا اي ينفك متنقل يا ولد، خزان متنقل تشيله في يدك ومعه عزبه متكامل. يا ولد مره السمرة اللي ما انسيها في حياتي طلعت ذاك اليوم القصيم، هم من اهل القصيم. المهم طلعت القصيم ذاك اليوم والله واجهه على 15 14 الشهر منتصف القماط السلام جوها. المهم جاني وانا في الاستراحه ذاك اليوم، كيف الحال طيبين؟ هو جوه مثل جوي، ما في استراحه، ما احب استراحه، ما احب جدر مثل كاتمه غلقه. قال يا ابو جابر مشين اوديك مكان يحبه قلبك. قلت قد مشين. المهم الله والروح انا وياه في الكامري، وجونا ناس من الشباب ذاك اليوم وجابوا لنا دباب، واحد من عيالي مع دباب بنش ويجيبه مكانكم اللي انتم فيه. اي بس انا الدباب ذا ما بي، ابغى استكنان سمر. مكانكم رمل يا ولد طعوس يا ولد، عرفت اللي طعس بس انه مستوي والعروق ورا الهدى يعني انت اوكي. ايش اسمها؟ الهدى، سميها الهدى. وجابويا يا ولد 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 ايش فيك؟ تعال من الشيطان يا ولد. وجو ابويا لا افقع وجهه ولد. وجو ابويا ولع وجو ابويا الله لا يوفقك يا كلب. وجه ابويا يا مسلم. ابوي ذا الحين يوم يشوفني وهو قال في وجهك ترى ابوي بينقد عليك يا ولع. ابوي بينقد عليك خلاص رعناك رعناك. وجه لابوي رساله رعناك. وجه لابوي رساله بما انك توجه في ابوي. انا اسف يا ابو محمد واسمع لنا لكن نبغى نضحك شوي. ابو محمد يطالع فيك والله. ليش هذا الحين طالع كذا؟ لا جابر يدري باللي صار ذا اليوم. وش صار؟ والله ان يا ستار يسوي فيك سوايا اللي صار. كم كم ايش كم مالك سنون؟ مو ايش كم وجهك طويل انت؟ وجهك طويل شبك طيب ليه؟ كيف حالك؟ طيب يلا 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 شباب يبغونك. ايش كنا نسولف فيه؟ المهم الهدى وش اسمها هي؟ الهدى الطعس اللي مستوي قريب من اسمها المكان اللي كنا كاشتين فيه. تعرف انت قد طلعت القصيم قد كشت؟ اي رجال مكان هناك اسمه الهدية. الهدية جميع مكان في بالك قد رحت له الهدية. ها المهم يا طويل العمر والسلامة هو نسمر من يلقط صورة احترافية. الصورة هذه خليتها صورة تعرض لمدة شهري مع القمر ولد كذا. جمعت الجلسة مع الحطب اللي حاطينها جو مع النص كذا مع شبة الضوء مع القمره قدام يا ولد. المفروض انها تنزل فيه. انا بتحداك في التصوير. شوف انا التصوير ها 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 ها. لا اتحداك تطورت ما عليك. اي تطورت. لا تطورت شايفت كان يا طويل العمر السلامه ال 14 تعود عليه تصوير. كان معي جوالك يا ولد اصور تقول مكسر تقول انك تقول انك رسمها رسم اللي جبتها يوم اللي جبتها يوم التصفيات. جعليسك ترى ما تقول يا ما 14 الشتاء اللي راح 12 ترى من 12 قمره يعني بدايه اي الى 18 اي 13 14 تقو 15 توب 16 17 18 كان الاسبوع ذاك كامل كنت متواجد عند البيت معلم العمال طال عمرك المغرب خلاص يبسطون فرشه برا تكيه جوا غرف ما في يبسطون الفرشه برا جهزونا الحطب جهزون العزبه جهزون كل شيء خلصت من البيت رجعت لهم
توضعت صليت المغرب شبيت النار. يا سلام. ثم جون العيال طال عمرك ثم سمرة سوالف ولعب ورقة ويا ليلة من انت ليلة وقصيد وتصوير وشوي. يا ولد اسكت تكفى يا ولد اسكت اسكت. وش اللي جرى لي ايام يلي بار والله اللي يجي لي وقع ذا هذا بيه جيبه معك. وشو البرده بشر بس ما بلا حلالك يا ابو عشك طول عمرك. سلام سكر وزنه مره. طبعا العزبه اللي معي هنا ترى والله العظيم قد فتحت بس كذا شرس العرض علمتهم وش شريت ما شريت. هذا عزبتي هذا تاي هذا هو هذا داي هذا تاي هذا تمره. سلام 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 سلام. والحين لو تشوف اسم عزبتي شو مسميها لو تشوف اسم ايه شفته 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 عشان كذا انت اقتنصت ال... لا والله انها جاء صدفه والله والله انها جاء صدفه. بيثور بيثور بيثور. لا ما عليك ما بيثور ما بيثور ولا شيء خلاص خلاص لا تطبخ تكفى. اذا ما جاك شاهي هكتمه. اذا ما جاك شاهي دغدغ يدغدغ خلايا المخ دغدغ اكتمه كتم. يا ابو عشاك كلم الليل. لا لا يا ولد محمد النعيم طلع لك اليوم المساء. سلام يا ابو العلوم ما قبل عند النجم عماده. ليه 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 يغضى الهوى يغضى الحبايب صرت جاير. ايه ترى كنا في بيت الشعر وسامري. ارحب يا فهد. ارحب يا ابو بحيان. ارحب ارحب لعلك امر زين الجلسه ذي بس اجلس عشان نزبطها. كنا في بيت الشعر وشبت نار وجاسين. المهم لا في واحد من جيراننا الله يذكره بالخير ونعم الشارب والله يستاهل. سمرات ليل عندنا وليل عنده ومش ذا كله. لو جاينا ما هو بشايب والله فرخ 48 49 حوالي. لو جاي طال عمرك انا وياه واحد من اخواني وولده. ولده ابو 17 سنه 18 سنه. تعرف الجلسه الخاطره شبت نار وبيت شعر جلسه خاطره. وش سوى يوم استانس اسفهل الشاي بسفل اسفل ويطلع من عندنا يروح للشاص حقه يفتح المرتبه ويطلع الرباب اثر مع الرباب جوه حق الرباب. المهم ويجي تكي طال عمرك وليلك ليل ربابه يقوم طال عمرك يجر لحنها ويغني مصور مقاطع. لا تراني اوريك شيء شيء خيالي. شوف القمر طال عمرك والبيت الشعر مفتوح من قدام شبت النار والرجال طال عمرك يدق في ذا الربابه دق ما وصل. يا ولد اسكت ساكت. يعطي يجيب الحان محسن دواسه قديمه. ها الحان محسن دواسه قديمه هذا حب. ايش فيك من هو جاري ذا الرجال يغني محسن دواس. اي غني لها اغاني قديمه يتقل لحنها. ابوي تهدك كان خوي من بالله ابو ضحيان قرب اسحبها هنا وقرب وديك اقرب وياه. اي والله سلام. ايه ابو جابر صوت داني يا الرجال. لا ضايقني يا رجال انت شكون قلت له ضحيان. ايش فيك؟ وش فيك؟ شو خاطرك؟ ها؟ طالع في عيوني. الموضوع كان موضوع لا رجع يصير بس صارحني والله شيد وربالك ابشر بس عجل همك ورفع احجاجك. لا ابشر بزعجك يا ولد. ايش فيك يا رجال؟ هذا الدنيا فانيه يا رجال. فاضحك شربنا طال عمرك فاضحك ولا لا؟ لا كذا 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 بيبكي زياده. فا يا ابو جابر نتمنى من حضره اعرف وش بتقول خلاص. ايه خلنا نشوف الفناجي بعد اذنك يا ابو حيه. شكرا يا ابو جابر اشكرك.